أحبتي بدره نور بدا، ليل الأحبة بدره نور بدا، والطير من فرط المحبة قد شدا، والزهر بل له التبتل والندى، طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في ليلة جديدة من ليالي رمضان المبارك المعظم، الليالي المليئة بالأنوار والأسرار والبركات والخيرات ووجود النفس وسخاء المسلمين. رمضان شهر الحب اللي احنا مفتقدينه، وبنقول فرصة إن يجمعنا هذا الشهر ونجدد فيه حبنا لبعضنا، يعني نتناسى كل الخلافات ويجمعنا حبل الله المتين الذي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نعتصم به، إذ قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما أعظم الإسلام الذي يجمعنا في كل صغيرة وكبيرة على مرضاة الله وعلى حب رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا بيسعدني في هذه الحلقة أن ألتقي بالداعية الشاب الشيخ سالم أبو غالي. مرحبا شيخ سالم. أهلا وسهلا بك. قبل الحلقة مباشرة، بس الهواء طلع علينا، بسأل الشيخ سالم عن أولادك، فقلت لي، قال لي اسم جميل قوي الحقيقة. فرصة هم شايفينك بقى تبعت لهم تحية وسلام يعني، والأولاد هيفرحوا بكده. ربنا يبارك لك فيهم. عندك أسلم وعمر. أسلم الكبير ما شاء الله. أسلم واللي بعده عمر. أسلم في سنة كام يعني؟ ولا لسه في KG2. ما شاء الله. أسلم وعمر. أسلم. ربنا يبارك فيك. أنت أسلم سميته هذا الاسم أو هذا الفعل؟ والله هو كانت رؤية. أقول لنا بقى فرصة وإحنا في الدردشة الرمضانية دي نتعرف على جانب من شخصية الدعاء المحترمين. الله يحفظك. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو طبعاً أسلم رضي الله عنه، كنت يوميها. أسلم رضي الله عنه. لا، أنا بتكلم على أسلم الصحابي. طب ما هو رضي الله عنه خدم عمر بن الخطاب، وأسأل الله أن يكون أسلم ابني رضي الله عنه. آمين يا رب العالمين. كنت أنا أصلا يعني كنت نائم، كانت زوجتي أيامها كانت حامل، فكنت بقرأ يوميها في كتاب صفة الصفة ابن الجوزي، وكنت بقرأ يعني أظن لسيدنا عمر أو حد يعني، أو عائشة رضي الله عنها. فالمهم فنمت فشفت ولد صغير، فبقول ده، فقالوا لي ده أسلم ابنك. مين ده يا جماعة؟ واد شاب، واد صغنون شكله حلو عاجبني. فبقول لهم مين الواد الجميل ده؟ فقالوا لي ده أسلم. فقلت بقى خلاص الايه، انا ثبتت الرؤية ما شاء الله. فانا ظني حتى ان انا يعني انا لما براجع حتى الذكريات حتى في المنام بحاسس ان الشكل نفس الايه الشكل، فسميته بأسلم. وخاصة يعني أسلم كان خادم عمر بن الخطاب، كتير من الناس يعني لا يذكرونه. صحيح. وانا متعمد الاسماء اللي يعني مجهوله بالنسبه لعموم المسلمين، لان كان اسلم ده كان بيقوم دور عظيم جدا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما شاء الله. ودي فرصه دعويه ان احنا نذكر الناس والشباب اللي ربنا يبارك فيهم ويتزوجوا ونجيبوا، يعني نحاول نحيي اسماء صحابه النبي صلى الله عليه وسلم المجهوله في التاريخ، اللي احنا احيانا مصعب وصهيب والاسماء الجميله دي. يعني مش مايكل ومش عارف يعني، لكن اقصد اقول ان في اسماء من الصحابه محتاجه ان احنا نذكر بها هذا الجيل ونحيي تراثهم. ما اجمل اسمائهم وجهادهم رضي الله تعالى عنهم. وعمر طبعا ده الاصغر بقى طبعا. الأصغر. مشكله انا خايف بس يجوا بعدين يقول انت سميتني اسلم وسميت ده عمر، اشمعنى؟ لا يا سيدنا عمر يعني في زي لا سيقول لا انت سميتني ده الخادم وده كلاهما صحابه النبي. أيوة رضي الله تعالى عنهم اجمعين. لابد ان احنا نربي اولادنا على كده. ايوه صحيح. وربنا ينبتهم نباتا حسنا يا رب العالمين. الحقيقة كل حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بيفاجئنا الدعاء بمعاني ربما لم نسمعها كثيرا، فيها إشراقات وفيها أنوار. لكن الحديث اللي معانا النهاردة بيتكلم عن حالة فريدة جدا في تاريخ البشر، أو يعني في ذنوب البشر.
يعني ودي رسالة طبعا لكل مذنب، وكلنا جايين برمضان محملين بأحمال العام كله من الآثام والذنوب والتقصير، وتقول لي شيخ ولا غير شيخ كله. إلا من رحم ربي، من ذا الذي لم يعص قط ومن له الحسنى فقط، كلنا على باب الله، وأسأل الله أن يشملنا بعفوه وغفرانه ورحمته. لكن حديث طويل مش هقول نصه، لكن هو حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، قتل 99 نفس، والنبي صلى الله عليه وسلم بيحكي عنه مما كان من الأمم السابقة، ودي طريقة من لتعليم الأمة أن يحكي، لأن لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، سواء قصص القرآن أو القصص في السنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنت عرفت الموضوع، قصة الرجل وتوبة العجيبة ورحمة الله تبارك وتعالى، إن الحديث يا رب الحلقة تكفينا نغطيه، لأن في أسرار ومعاني عميقة وجليلة جدا. اتفضل شيخ سالم. طيب، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا عارف طبعا أن كتير من الناس حافظ الحديث، ولذلك أنا مش عايز أقف في العبارات، أنا عايز أقف عند بعض النقاط. وإن كان طبعا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فقال هل لي يعني قال هل لي من توبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على عالم على عابد، فقال له: قتلت 99 نفسا، فقال هل لي من توبة، فقال لا، فقتله فكمل به الماء. أنا عايز أقف هنا برضو، أن تخيل الرجل اللي قتل 99 نفس، يعني أكيد عنده ذنوب تانية كتير، يعني اللي يقتل 99 نفس ده قلبه عامل إيه؟ يعني بلا شك ليه كان بيشرب خمور وكان بيفعل كذا وكذا وكذا، يعني فعل كتير، بس ما زالت النقطة اللي جواه، نقطة الحب اللي بينه وبين ربنا اللي موجودة، اللي هي الفطرة. لا، ما انت هتعدي الكلام ده بهذه السهولة؟ لا، ده ما يعديش. انت شوف الجريمة، يعني من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميع نفس بغير حق أو بغير نفس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لما ده قتل 99 نفس وبتكلمني على إن جواه لسه حب الله، كيف نفهمها؟ الفطرة الكامنة المدفونة داخل كل بشر، كل البشر عنده فيه فطرة اللي موجودة في قلبه، إن استطعت أن تحييها يتغير الإنسان تماما إن مهما استطعت كان، إن أن استطعت. تحييه. طبعا. أنا بشوف وراء كلامك رسالة للدعاء إلى الله، أيوة طبعا، ألا يستعظموا ذنوب الناس. أبدا أبدا والله، إن هو الحديث ده محك في الموضوع، هو يعني أنا عندي أكتر من اللي ادعوا قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا إن الله ثالث ثلاثة، بالرغم من الجرم ده والكفر ده ربنا بينادي بنداء الفطرة: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. الله أكبر. دليل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات حفروا الأخاديد وأشعلوا فيها لم النيران يتوبوا. يعني أشعلوا فيها النيران ووضعوا فيها المؤمنين والمؤمنات. تخيل كده الجرم ده، أما يتخذ الولد من حضن أمه ويترمي في النار، وربنا يقول اللي بيجرم ده، بيقول له: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يعني ثم لم يتوبوا، يعني لو تابوا لطب الله عليهم. الله، ده اللي سرق وزنى وأشرك بالله عز وجل، ربنا بيفتح له باب التوبة، بيقول: والذين إذا فعلوا فحيقا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الله، ماله؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ده ربنا ما رضاش على نفسه أنه يتوب عليهم فقط، بل يبدل كل هذه السيئات التي قد اقترفوها إلى حسنات، حتى يأتي العبد يوم القيامة فينظر في صحيفة أعماله فيظن أنه هالك لا محالة، فيذكره ربه أن له توبة فيقول: يا رب إن لي توبة في يوم كذا، يا رب لم تكتبها الملائكة، أو يعني إن لي توبة في يوم كذا، فيقول الله: انظر في صحيفة أعمالك مرة ثانية، فينظر فيجد كل المعاصي وكل السيئات التي قد فعلها قد بدلت إلى حسنات، فيتذكر: يا رب إن لي معصية في يوم كذا لم تكتبها الملائكة فاكتبها لي يا رب. طمع الإنسان حتى فين؟ حتى في الآخرة. ليه؟ لأنه رأى رحمة الله عز وجل، الملائكة ما كتبتش معصية معينة غفر الله له فيها ولم تكتبها الملائكة، يتذكر كل المعاصي ويتذكر كل السيئات. ليه؟ عشان رحمة ربنا الآن تنزل
لما بدلت هذه السيئات إلى حسنات. طيب شيخ سالم، كيف نتعامل مع سعة رحمة الله عز وجل؟ هل نطمع فنقصر أم نشكر ونجتهد؟ احنا يعني عند ربنا مش اغلى من النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ولا اغلى من الصحابه. نعم. في غزوه احد ويعني سبحان الله العظيم، لما يقتل 70 واحد من اصحاب النبي وتكسر رباعيه النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل حلقات المغفر في وجنه النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف الصحابه رضي الله عنهم يتعجبون. يعني احنا معنا نبي ومعنا الصحابه، و ايه ليه المصائب دي كلها؟ تنزل الايه على طول عشان تعلم الصحابه وتعلم الامه وتعلم شبابنا. اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. الكلام ده بيتقال للصحابه. ايوه طبعا، اللي قيل لهم يوما واعلموا ان فيكم رسول الله. يا سلام، اللي شيء عجيب قوي. ودولت مين؟ دولت اعظم البشر. يتقال لهم الكلام ده؟ يتقال لهم الكلام ده. يعني احذروا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ربنا ما عندوش جمايل، ربنا ما بيجملش حد على حساب حد. أحيانا المحن تكون هي دي أعظم يعني مدارج التربية وترقية الأمة. أيوة، ربنا يربي الأمة بالأحداث. وده اللي حصل مع موسى عليه الصلاة والسلام، لما خرج الناس إلى موسى عليه الصلاة والسلام وقالوا منعنا الله عز وجل المطر من السماء وقد عطش الزرع والنخل، إحنا هنهلك، إحنا هنموت. فخرج موسى عليه الصلاة والسلام يدعو يعني الله ويتذلل إلى الله عز وجل، فقال الله عز وجل لموسى إن من بينكم رجل يبارزني بالمعاصي منذ 40 سنة، بسبب قد منعتم القطر من السماء، بسبب هذا الرجل الأمة هتهلك وتموت كلها بسبب معصية واحد. فنادى نبي الله موسى وقال يا أيها العابد العاصي اخرج من بيننا الآن فبسببك قد منعنا القطر من السماء. فأوحى الله عز وجل لموسى أن هذا الرجل نظر عن يمينه فلم يجد أحدا قد خرج، ونظر عن يساره فلم يجد أحدا قد خرج، فعلم أنه هو المقصود بهذا النداء. فقال يا رب إن خرجت فضحت أمام الملأ، وإن بقيت هلكت وهلك من معي، يا رب هذه توبتي ألقيها بين يديك. فتجمعت السحب من كل مكان ونزل المطر من السماء. فتعجب نبي الله موسى وقال يا رب لم يخرج أحد من بيننا ونزل المطر من السماء. فقال يا موسى لقد تاب العبد إلي. قال يا رب أرني هذا التائب أريد أن أراه. قال يا موسى لم أكن لأفضحه منذ 40 سنة، أفضحه وهو تائب عائد إلي. الله أكبر. هذه هي رحمة الله عز وجل بمن كان يعصيه في ظل هذه في هذه الفترة، فكيف بمن يطيع ربه؟ حتى العصاة فضل الشيخ سالم، يعني أنا أتعجب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول في كل الناس معافا إلا المجاهرين، يعني حتى وإن كان يعصي ما دام يستتر بذنبه عن أعين الناس فهو في دائرة العفو ربما. ولذلك ابن القيم بيقول كلمة جميلة قوي، بيقول إذا وجدت الناس يمدحونك فاعلم أنهم يمدحون ستر الله عليك. الله، يمدحون ستر الله عليك. لو كشف هذا الستر ما استطاع أحد أن ينظر إلى وجوهنا، مستحيل. فهذه نعمة كبيرة جدا. تخيل كده الإنسان مثلا المعاصي اللي كل واحد فينا والمتكلم قبل السامع، وكل واحد منا يعرف ذنوبه، وكل منا يعرف خلواته، كل واحد عارف الخلوات وعارف اللي بيعمله وبيبارز بربنا. تخيل الحاجات ديت، لو من يمدحك ومن يظن أنك من أهل الصلاح ورأى هذه الأشياء عليك، هل تستطيع أن تعيش في وسط الناس؟ مستحيل. أسأل الله العافية. أسأل الله العفو. هل هذا يبين لنا جلال وعظمة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء في الأذكار؟ يعني اللهم إني أصبحت أو أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، عشان نشوف جلال هذه النعمة. طب هذا الرجل الذي قتل 9، عشان ما نروحش بعيد عنه، يعني نموذج عجيب جدا، جاء بجريمته البشعة الشنعاء. طبعا. سفاح. تمام. ولكنه يبحث عن التوبة ويسأل مازال يعني جواه دافع التوبة. تمام. مع جريمته الكبرى.
راح يسأل فيفتيه المفتي خطأ، ها، ودي طبعا فأخذ العقوبة جريمة أخذ عقوبته فقتل. فالراجل خد الايه الموضوع كمل، اللوحة كملت، العدد كمل، قتل 100. لسه دوافع القتل والجريمة موجود. كيف يتوازى دافع المعصية مع دافع التوبة هنا؟ ده اللي بلاحظه في شخصية هذا الرجل. من الحاجات العجيبة، ولا هي حاجة خاصة ولا دي موجودة في، لا موجودة في البشر، في نفوسنا كلنا موجودة في البشر. ان الانسان زي ما قلت لحضرتك في بداية الكلام، هو موجود عنده زي ما بيقولوا كده مصنع واقف. المصنع ده ممكن على يعني لو سلك واحد بس هو اللي ممكن سلك مفصول موقف المصنع كله. ان استطعت ان انت تلمس السلك ده المصنع كله يدور. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان كده. عمر بن الخطاب كان سلك بس موجود، مجرد ما وصل كان من 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 يعني من محارب للإسلام لناصر الدين. لما قال عبد الله بن مسعود ما زلنا أزلة حتى أسلم عمر بن الخطاب رضي، ما زلنا عزة حتى أسلم، يعني ما زلنا أزلة حتى أسلم عمر بن الخطاب فصرنا في عزة من أمرنا. واخد بال حضرتك؟ يا سلام. فكل واحد موجود فيه التكة اللي موجودة، اللي لو استطعت ان انت تحييها في قلبك، والداعية استطاع ان يحييها في قلبك، لعل ممكن تسمع كلمة من الشيخ مصطفى أو الأستاذ مصطفى دلوقتي حالا قلبك وحياتك كلها تتغير. الراجل ده كان موجود عنده الدافع، الراجل الذي قتل 100 نفس ما زال حاسس ان لا الطريق ده غلط، الطريق اللي انا ماشي فيه ده مش هو ده الحياه، مش هي دي الراحه. لا، السؤال اللي شيء اللي يدعو للعجب انه هو ماشي في طريق التوبه يقتل ثم يكمل، ودي رسالة، ودي رسالة مصطفى لكل شبابنا. مش معنى ان انت بتعمل ذنوب ان انت خلاص بقى تمادى في الخطأ، لا، ابحث وتوب. طب انا عملت ذنب، توب تاني. طب عملت الذنب، توب تالت ورابع وخامس، توب، اقبل على ربك. انت تعرفش انت رايح فين، انت تعرفش لو الراجل ده كان اتاخر دقيقه، لو اتاخر لحظه كان اللي حصل. ولذلك يعني يتابع على العبد ما لم يغير غير، ما لم يعني هي أن معاه العمر كله الى اللحظات الاخيره، بس مش تسويف. مش تسويف، لكن مع كل ذنب كما توبة. قال عمر، احدث لكل ذنب توبه كما قال عمر رضي الله عنه، المصر على الذنب كالمستهزئ بديني. مش معنى كده بقى يعني احنا مش بنقول للناس لما تعمل ذنب توب، احنا بنقول بقى اعمل وتوب يعني تعمد، لا طبعا، لان التوبه اصلا لها شروط ونتكلم فيها كده كده. احنا خطائين، كل بني ادم خطاء، ولا يعني احنا ما بنقول توب بشروطها اللي هي الاقلاع والندم والعزم، الثلاثه دولت. ان حققت هذه الاشياء فهذه توبه النصوح. طب واحكي بقى في الذنب تاني، توب تاني. اذا الاصل في حياه المسلم أنه تائب عابد طائع إلى الله. أيوة طبعا. لكن ستقع كده كده الهنات والزلات بطبيعة الأمور يعني في أجواء الفتن التي نراه. ولذلك من الحكمة أن يعني من السنة أن قبل أن يخرج الإنسان من بيته من أول يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل، أو هيبدأ الاحتكاك بالناس. أيوة، بالمجتمع بالفتن، أن أضل أو أضل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه، يلوذ ويستعيذ بالله لأنه هيدخل في احتكاكات قد توقعه في الزل. طيب، هو سأل العالم، يا بركة العلماء حينما يفتون بالحق طبعا. النور، يكون الهدى، تكون الفتوى فيها إنقاذ لواحد جاي بتسعة بمئة نفس قتلهم. ماذا قال له العالم؟ قال اذهب إلى أرض كذا، وهذه رسالة إلى شبابنا. لا، الأول قال له، هو بيسأل عن التوبة، قال وما يحول بينك وبين التوبة، يعني اعترف له بأنه قتل 100 نفس. أيوة طبعا، قال قتلت 100 نفسا فهل لي من توبة؟ قال وما يحول بينك وبينها. هذا الرجل علم وفطن العلم من ربه، وفطن ما يريد أن يقوله ربه. هو ده اللي قيل عنه فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. كنتم، هو ده أهل الذكر. أيوة طبعا بلا شك. ولذلك احنا دايما بنقول أن العلماء يعني هم يعني زي بيقولوا كده هم الطريق يعني التي يعني يكون مسارا الى القرب الى الله عز وجل والمعرفة ما يريده الله عز وجل. العلماء هم ورثة الانبياء، اهل الحق طبعا، مش اللي بيلعبوا بالفتاوى ويبدلوا الفتاوى ويخرجوا عن اطار الكتاب. ده لازم نقوله عشان الناس تعرف تستفتي مين. فهو راح له فافتاه بالحق، ثم بعد الفتوى نصيحة مهمة جدا. قال اذهب إلى أرض كذا فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. يبقى دي الفتوى وبعدها التربية. أيوة، زي الواحد اللي بيروح للطبيب فبيقول له بص أنت عندك حاجة معينة،
انت يعني انت المرض اللي عندك كذا، طريقة العلاج واحد اتنين تلاتة. اول حاجة للعلاج، ولدية رسالة لشبابنا، انت عايز تصلح حالك وعايز قلبك ده ينضف وعايز تقرب من ربنا، يبقى لابد ان تذهب الى اناس واصبر نفسك مع الذين يدعون، ده بيتقال مين؟ للنبي. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. لابد ان تذهب الى هذه السلة المباركة. اذا لابد ان تذهب، يعني في حركة. انا شايف هذا القاتل التسعينات جاي بذنوبه دي كلها وبجرائمه ومسجل خطره هو، يعني 900 وعمال يتحرك. تمام. يقتل واحد وبرضه يتحرك، كأن في هذه الحركة برغم كل هذه الذنوب بركة، لأن الله يعلم صدق توجهه وهو عمال يرتكب جرائم حقيقية. معنى عجيب. أنا عايزك تختصر لي المشهد لأن الحلقة أوشكت على الانتهاء، فماذا فعل به؟ لما قيل له هذا الكلام وعرف هذه يعني هذا هو الطريق وهذا هو الحل، انطلق الرجل فأتته للقرية الصالحة. إلى القرية الصالحة. فأتته منيته في منتصف الطريق. مات الرجل. ولذلك دي رسالة لشبابنا، ده لسه ما لحقش الناس، لو الراجل لسه ما صلاش ركعة لسه ولا حاجة ولا الله حاجة. أكبر. لا يملك إلا صدق نيته. لو الراجل ده كان تأخر لحظات كان يبقى فين؟ في جهنم ولا حاجة. لا إله إلا الله. والإنسان ما يسوبش، أنت ما أنتش عارف شكل آخر، أنت مش عارف هتموت إمتى وهتموت إزاي وتموت على إيه. فالرجل بدأ على اشتغل، اتحرك، انطلق، رأى الله الصدق في قلبه. أتته المنية في منتصف الطريق، فتنزل ملائكة الرحمة وتنزل ملائكة العذاب. تقول ملائكة الرحمة إنه قد جاء تائب، مع إنه ما عملش حاجة خالص، بس راجع بإيه؟ بحاجة، راجع بصدق، راجع بحب، راجع بإقبال، عايز يقول أنا خلاص ما عدتش عامل معاصي تاني يا رب. اختصمت عايز... فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. تقول ملائكة العذاب إنه جاء إنه لم يفعل خيرا قط، لم صلاش وما عملش حاجة، تردوه إزاي؟ فجاء ملك، أرسل الله عز وجل ملكا على صورة رجل فقال قيسوا ما بين الأرضين فأيهما أقرب فهو له. رحمة الله عز وجل. في رواية المسلم أن الله أمر هذه الأرض أن تقربي وهذه الأرض أن تبعدي. يا سبحان الملك، تتغير منارات الكون. الأرض، الكون يتحرك، يعني العبد ممكن الجغرافيا تتغير عشان رب ده أمر من رب. الله أكبر. لكن أنا عايز أقول برضو أرى في هذا الأمر، وإحنا بنختم الحلقة شيخ سالم، ما شاء الله عليك في 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 تطوافك حول هذه الرواية العظيمة، إن الإنسان بنيته إذا كان صادقا في نيته تعلو قيمته عند ربه تبارك وتعالى، لدرجة أن تختصم في شأنه الملائكة ويحكم بينهم في شأن رجل كان لسه جاي بميت نفس قتلهم. ايه الموضوع؟ لان مش احكامنا احنا، والله لا يغفر الله لفلان، مش الروايه كده لقد غفرت له، مش مقيس علي. كتب الله عز وجل على نفسه ان رحمته سبقت غضبه. كتب ربكم على نفسه الرحمه. سبحان الله. وانا عايز اختم الحلقه بمساله الصدق ديت، وديت رساله لشبابنا مهمه جدا. ودي يعني دايما شبابنا يقول انا عايز اتوب وعايز ارجع، بس بحس ان انا في حاجه موقفاني. ليه؟ الحاجة اللي موقفاك ان ما صدقتش في الرجوع الى الله عز وجل، ما صدقتش في الاقبال. لما جاء رجل الى رسول الصدق الله الصدق بقى صلى الله عليه وسلم، معلش الصدق هنا مش مسألة قلبية بس، حركة. الراجل لما نفسه صلي، طب روح المسجد حاول مثلا. ايوه طبعا. الصحابي رضي الله عنه لما النبي بيدي له الغنائم فقال يا رسول الله ما على هذا اتبعتك، النبي قال له ايه؟ اتبعتني على اي شيء؟ وعلى اي شيء اتبعتني؟ قال اتبعتك على ان اضرب بسهم ها هنا، واشار الى حلقي، فاقاتل فاقتل فادخل الجنه. انا ده اللي عندي. عجيب قوي. انا ما عنديش، انا حياتي كلها الامر ده، انا عايز اخش انا مش جاي عشان الطمع ولا منصب ولا غنائم ولا. ولذلك لما مات الرجل والصحابه شافوه ودوا للنبي، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم السهم في نفس المكان الذي اشار اليه في هو حلقي. هو فالنبي اول ما شافه هو ده الرجل، هو ده اللي كان بيقول كذا، صدق مع الله فصدقه الله. الله أكبر. هي دي الرسالة اللي نختم بها حلقتنا يا شباب ويا فتيات. إذا أردت الجنة، إذا أردت القرب من ربك، لابد أن تصدق، ونحن في هذا الشهر الكريم. يبقى إحنا محتاجين نصوم بصدق طبعا، ونصلي فرائض ونوافل بصدق، أن نتحب في الله بصدق. يعني قضية صدق النية دي مش مجرد النية وخلاص، بلا 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 مش كلمة بتتقال باللسان، ثم الحركة. حتى مهما كانت الذنوب، أهو جاي بمئة نفس قتل، لكنه علم الله ما في قلبه فأتاه خيرا
وغير له منار الأرض. سبحان الله. من أجل أن البحر والأنهار والمحيطات والكون كله بيتحرك عشان مين؟ عشان عبد، عشان عبد، بس عبد إيه؟ عبد صادق منيب، عبد راجع. ولذلك شبابنا أنا أنت بتعرف هذا الحديث رجاء عجيب كبير والله. جدا طبعا، لأن إحنا مش بنتكلم راجل كان صواما قواما بكاء، راجل جاء بصحيفة مليئة بالجسس. من الحاجات العجيبة وأنا بقى يعني الواحد بيعجز ويضعف في وصف هذا المعنى، لما النبي صلى الله عليه وسلم بيصف حب وفرحة ربنا بالعبد لما بيتوب، حاجة عجيبة. اختم لنا بقى بالحديث الفرحة ده، حاجة عجيبة والله. حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت. واحد معاه الدبة، ضاعت الدبة في الصحراء وعليها مادة حياته وشرابه، فنزل تحت شجرة يضجع تحتها ينتظر الموت. قال خلاص بقى الدبة مش راجع، أنا كده هموت. فتذلل بقى خلاص، يعني جلس ينتظر الموت، خلاص أنا هموت ما عادش لي أي وسيلة. فإذا هو كذلك يجد الدابة واقفة بين يديه، فجأة بيبص لقى الدابة ومادت حياته رجعت له، فعايز يقول لربنا كلام كتير وعايز يشكره، فبيقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، المفترض يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. مش هو عايز يقول كلام ياما قوي قوي لربنا، فقال له: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: الله يفرح بتوبة عبد أشد من هذا الرجل برجوع دبته إليه. وهو الذي لا تضره معاصينا ولا تنفعه لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك. أنتم الفقراء إلى الله والله هو. طبعا. ولذلك احنا عايزين نقول بقى مين هيفرح النهاردة بقى ربنا بيه؟ مين اللي هيعملها بقى، هيعطي ربنا النهاردة يقول له: يا رب أريد أن تفرح بي بتوبة صادقة. طب خلينا نقول إن دي دعوة للفرح، بطاقة دعوة بيقدمها الشيخ سالم أبو غالي اللي بنشكره في نهاية الحلقة. كيف لنجعل ربنا تبارك وتعالى يفرح بنا بصدق من أعماق قلوبنا، ليس بكثرة الأعمال إنما بحسن الإقبال على ذي الجلال والإكرام تبارك وتعالى. بشكرك شيخ سالم، متعتنا والشباب مستمتعين، وبحي معاك الشباب الصغيرين سيدنا أسلم وسيدنا عمر أبنائك الكرام، ربنا ينبتهم نباتا حسنا، يبارك فيك وأشكرك شكرا جزيلا، وبشكر حضراتكم. ودي ليالي الندى ودي ليالي رمضان الجميلة اللي بتتفجر فيها ينابيع الخير. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليل الأحبة بدره نور بدا، ليل الأحبة بدره نور بدا، والطير من فرط المحبة قد شدا، قد شدا، والثمر بل له تبدل والندى، طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى، إذا اجتمعنا